هذه هي الجميلة ميكاييلا الليلة اللي معنا مباشرة، وإذا تحبوها بطبيعة حتى صوتوا لها على www.mirexdor.com/vote/category/6/47 كأفضل نجمة شابة بطبيعة بتصويتكم الناس الكل. ميكاييلا زارت برشا بلدان، زارت البحرين، فرنسا، تركيا، اليونان، سوريا، مصر، ماليزيا، الأردن، العراق، الإمارات، إن شاء الله ما نسيت حتى بلد. تغني بسبع لغات، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية وبطبيعة العربية ولغات أخرى الليلة إن شاء الله نكتشفوها. تقوم الآن ببطولة مسرحية للكبير روميو لحود. ميكاييلا معنا مباشرة في لمع الأف أم. مساء النور. مساء الخير، كيفك مجيد؟ الحمد لله. شنو أحوالك؟ مش الحال، وانت احوالك كيف؟ الحمد لله. شنو اخباركم في لبنان؟ والله كله كتير منيح، كله تمام، ولبنان كتير حلو، وهلا الطقس كتير حلو، كل شيء كتير حلو. ربيع يعني، تجوا تزورونا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وين بلبنان تحديدا؟ انا هلا ببيروت. نعم. منطقة اسمها الاشرفية. الاشرفية اكيد معروف. وين؟ نعم، جميل جدا. حكيت زرتي عديد البلدان، برشا بلدان زرتيها، تغني بسبع لغات ما شاء الله، يعني حطمتي رقم القياسي بالنسبة للمطربات بالتعدد اللغات كذلك. بين عندك طموح كبير، لا محدود طموحك؟ اوه، ما له حدود يا مجد. انا اذا بقعد بالبيت ما بعمل شيء جديد كل يوم، بحس حالي انه ضيعت وقتي وما عم بستفيد من الوقت، فما بقدر ما اكون عم بعمل شيء او عم ببتكر او عم بخترع او عم جرب شيء جديد. فطموحي كتير كبير، وان شاء الله الدنيا يعني ما تخلص، ما يخلص الاشياء اللي بدي اكتشفها كل يوم، يعني لانه كتير بحب. ستة شهور تعدوا من التجربة هذه، ستة شهور تمرين وتدريب الكل على البطولة مسرحية للكبير روميو لحود. كيفاش كانت التحضيرات للمسرحية هذه، وخاصة يعني اسم كبير واللي سمعته، يعني الأصداء اللي وصلتني على عليك أنت شخصيا؟ نعطيك أنا يعني تحب خشبة المسرح كثيرا غناء أو تمثيلا، فاجأت الجمهور بتمثيلها. نعم. أنا بحب التمثيل كثير، وأخذت بعض الكورسز يعني بالمدرسة وبالجامعة بالتمثيل، بس انه ما احترفت التمثيل. ولما اتصل في استاذ رومي وطلب مني انه اخذ هذا الدور، كتير انبسطت وما صدقت يعني انه عم باخذ دور هالقد كبير وصعب وحلو. مش رح كذب عليك واقول لك انه التحضيرات اول شيء كانت هينة، لا كانت صعبة، وما كنت فهمانة كيف بدي مثل او كيف بدي احفظ الدور او كيف بدي ادي. وطبعا في استاذ رومي كان عم بيعلمني الدور، كان في كمان مخرج الشخصيات استاذ جهاد الأندري. نعم. فكان عندي توجيه من شخصين. جميل جدا. صحيح انه ممكن تعذبته شويه يعني في الستة شهور من التدريب والكل، لكن هذايا ممكن اعطاك راحه كبيره، وخاصه وقت اللي تحس بنفسك انك وصلت للي تحب عليه. يعني انت طموحاتك كبيره كما ذكرت منذ قليل، التمثيل تجربه اخرى اضافه للغناء، لغرامك الاول اللي هو الغناء، التمثيل تجربه ثانيه تخوضها ميكاييلا. هذا يعطيك اشعاع ممكن اكبر واوسع. اكيد التمرين، اكيد المسرح كله، المسرح خاصه المسرح السيزوني مسرح صعب، وفيه بدك تكون كتير يعني تستوعب وتفهم وتركز مزبوط، وبيمرنك على كتير اشياء. وبالمسرح عم برقص وعم غني وعم مثل، فعم بعمل ثلاث اشياء بنفس الوقت، وثلاثتهم بجرب قد ما فيي ركز عليهم انه احترفهم كل ليله، مع انه كل ليله عم نعيد العرض وكل ليله برجع بركز كانه اول ليله. اكيد هذا بيعطيني خبره كثير كبيره، وصرت احب المسرح اكثر لانه اكتشفت زوايا جديده على المسرح ما كنت مكتشفتها بالغنى، هلا اكتشفتها بالتمثيل. ومازلنا بس نرجع ان شاء الله للدور هذي، لانه حابب اني اسمع حاجه في بداية لقائنا هيك لايف الليلة. شنو ممكن باش تدندن ميكاييلا هيك لايف الليلة؟ مازلنا باش نرجعوا للمسرحية، مازلنا باش نحكيو في برشا حاجات، باش نحكيو أيضا على أعمالك الغنائية، بنحكيو زادة على شاكو ماكو اللي عملت ضجة كبيرة وقت اللي نزلت الأغنية هذه، وتمر يعني تمررت عديد المرات في تونس وفي الإذاعات في تونس، تمررت في العراق، تمررت أيضا في فرنسا، في أستراليا، في كندا، في أمريكا. الأغنية الزملاء الكل يعني احنا بارتباط يعني بالزملاء اللي موجودين في الإذاعة
مخدعات هي أغنية عراقية شاكو ماكو. صحيح، غنية لهجتها لهجة بدوية لهجة بيضاء، والعنوان تبعها هي جملة بالعراقي بتعني شو في ما في. هذا هو شاكو ماكو، يعني شو في ما في. نعم، شو في شي جديد يعني. أي. إيه، وغلاي عم بحكي على الحبيب يعني. شنو حكاية الميريكس دور؟ ما صحيح ترشحت هلأ مؤخرا بالجوائز تبعت الميريكس دور عن أفضل فنانة شابة وأفضل أغنية عربية لشاكو ماكو، يعني هلأ مرشحة لكنان ميريكس. اللي يسمعوا فينا، خلي اللي يسمعوا فينا يدخلوا على www.miriksdor.com أكيد المستمعين كوم. ومنك مجيد ويعملوا الفوت، خلي فوتو، خلي فوتو الليلة، خلي صوتوا لك الليلة الكل. وكذلك إن شاء الله باش نحط أنا حتى على الفيسبوك متاعي أنا الخاص بيا، إن شاء الله باش نحط الموقع هذا حتى يجيك تصويت أكثر بإذن الله. ولأنك يعني فرضت فنك، فرضت لونك، هذا كله باجتهادك أنت الخاص بيك، لأنه أنا اللي حسيته يعني من خلال حتى قراءة السي في والمعلومات اللي عندي الكل، أنك من المطربات المجتهدة هيدات جدا جدا. نعم صحيح، بشتغل وبتمرن كتير وبحب أحفظ وبحب أتعلم إشياء جديدة دائما، وعندي أساتذة، ومثل ما قلت لك ما بقدر أقعد مع أمو شي، يعني ما بقدر ضيع وقت وقت ضيع ساعتين. نعم. قاعدة مع بعض، جو سي با بروديكتيف، بحب مجتهدة وبشتغل على حالي كتير، وإن شاء الله ضلني هيك. إن شاء الله. بعد شوية نمروا للأسئلة السريعة اللي مطلوب منك إجابة مختصرة وإجابة صريحة وإجابة تكون مقنعة طبعا للمستمعين الكل، بعد شوية. From New York and Tunis to the world. Arab American Radio and Tatooine Radio are going live under one broadcast. We've got all your favorite Middle Eastern superstars live on air. For the first time in Arab American and Tatooine Radio's history, coming together under one wave. Ladies and gentlemen, get ready to listen to Lemma Ala FM with your stars of the show, Majid Haddad. نواصلوا احنا معكم لما على الاثام، كما ذكرت باش نمر البعض الاسئله السريعه مع ميكايلا الليله اللي منوره البلاتو، منورتنا في لمتنا. ميكايلا جاهزه؟ يلا جاهزه. ميكايلا بيتوتيه؟ كثير بحب اقرا كتب، كتير بحب طالع، وكتير بحب أحضر DVDs وثائق وكل شيء تاريخي وكل شيء فيه فن. بحب القعدة بالبيت لأنه ما بخلص شغلة برات البيت، بالنهار مقابلات وتمرين ومع مدير أعمال وسفر وحفلات وهيك، فبحب أرجع على البيت روق. وبعدين عندي 4 تسعينات بالبيت. نعم أي. فبحب أهتر فيهم. أنت سبقتي سؤالي من بعده بيه ما سألش. شنو أضاف لك التأليف والتلحين؟ شو أضاف لي؟ بتعرف التجارب القليلة اللي مرقت فيها أنا ولحنت وألفت كانت تجارب كتير حلوة، ولأنه كنت عم بقطع بظروف كتير محشونة بالمشاعر وبالإيموشنز وكل شيء هيك عواطف، كون قاعدة لحال بالبيت وينزل البحر أو أخذ ورقة وقلم وأكتب أو روح على البيانو قدام ويطلع مني لحن، وما بعرف كيف يطلع لانه انا مني مش شغلتي، بس يطلع ويطلع كتير حلو. وتاني يوم اركض فيه عن مدير اعمالي اللي اسمع شو كتبت، اسمع شو عملت هيك، وانبسط فيه. جميل. بما انك لا تجيدين الطبخ، شكون اللي يطبخ لك؟ يا الماما بتطبخ لي، يا البنت اللي بتشتغل عندي بالبيت بتطبخ لي، يا الجيران بتطبخوا لي. ربي يخلي لك الوالدة ان شاء الله، ربي يفضلها. ميرسي. بكره بيجي لعندكم وانت بتطبخوا لي. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
ميكاييل المعروف عليك انك لا تحبين القيادة، لكن في الفترة هذه الأخيرة انك قدمتي لرخصة السياقة انك تتعلمي في السياقة الفترة هذه، كيف جات الفكرة؟ واو، ما إلي جمعة مقدمة عليا، كيف عرفت؟ ما حدا بيعرف. يعني أنا ما بحب السوق لأنه بزهق، ما إلي جلادة، يعني جتخوف بحس إنه هذا إفار يعني كتير بتعب، وخاصة عنا بلبنان لأنه في عجقة ومرات الناس بتحب السرعة وأنا بضلني خايفة وهيك، فبحس إنه ما رح أكون مبسوطة، رح ضلني معصبة وقاعدة على أعصابي، فما بحب السوق. فقررت إني أتعلم السواقة لأنه عندي بيت بعيد كتير عن بيروت، وبس كتير حلو كله شجر وكبير وهيك، بس انه تتنقل لازم اتكل على حالي، ومش معقول اتكل الناس تطبخ لي والماما تطبخ لي، بابا يطبخ لي، كمان ماما توصلني بابا يوصلني، لا لازم اعمل شيء انا، يعني مش بس غني واتمرن. والله يا برنسيسة يا برنسيسة يا برنسيسة. السؤال قبل الأخير، لونين تختاري بيناتهم، الزهري، لون الزهري والسمون؟ هلأ حاليا كتير عم بحب الزهري. أي كتير هلأ اليوم كنت لابسة سيرفيتمان فوشيا وكنت كتير مبسوطة فيه، والجزدين فوشيا، كل شي فوشيا، فكتير عم بحب الفوشيا هلأ. واضح. بنت لبنان. أي دولة تحبي تزوريها؟ بدي زور دولتكم هلأ قريبا كتير، لأنه كتير عبالي زوركم. مرحبا. وبعرف إنه عندكم مناظر خلابة، وعندكم بحر كتير حلو، وعندكم كل شيء كتير حلو، وعن جد هذه المنطقة من العالم بعد ما زرتها، وإن شاء الله إن شاء الله أول منطقة أروح زورها عندكم أنتم. وقت اللي تجي لتونس كأنك في لبنان، تحسي من حيث الطبيعة، من حيث المناظر، من حيث المباني كأنك في لبنان، يعني قريبة جدا تونس من لبنان، البلد الوحيد اللي متقارب، هذا الشيء اللي نأكده لك. إن شاء الله مرحبا بك في كل وقت، الأبواب مفتوحة لميكاييل. مرسي، شكرا، يعيشك، الله يخليك. توا بعد هالأسئلة اللي الحمد لله يعني مرينا منها بسرعة، ما زالوا ثلاثة أسئلة لكن أنا عديتهم ثلاثة أسئلة حتى نربح الوقت ونسمع صوتك الليلة في اللايف. أوكي، شنو تختارينا كدندنة من عندك الليلة في لمع الأف أم ميكاييلا؟ نغني شيء أنا أنجلي. يا ريت، انت عد سبع لغات ما شاء الله، سبع لغات. يلا هذه أغنية حب حلوة، برك المستمعين ينبسطوا فيها ان شاء الله. شكرا. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Can love is all that I'm gonna give to you. Love is more than just a game for two. Two, if love can make it, take my heart, but please don't break it, love was made for me and you. Don't you know that love was made for me and you. يا عيني. ميرسي بوكو. يا عايشك، يسلم هالصوت، ان شاء الله وان شاء الله نشوفك في اكبر المسارح باذن الله، تغني وتشدو بصوتك ميكاييلا. شكرا، الله يخليك. خلينا نرجع شوي للمسرحيه، لاني تصورت انه ما عطيتهاش حقها برشا المسرحيه، اني باش نحكي عليها. نحكيو على العروض، نحكيو شكون معاك في المسرحيه هذه، اعطينا اكثر تفاصيل من عندك. بدك احكيك عن قصه المسرحيه ولا عن الاعمال؟ نحكو على القصه، لكن ما نحكوهاش القصه الكل حتى ما نحرقوش المراحل. أكيد. نخلو للجمهور من بعد. اوكي. انا بالمسرحيه اسمي عنترة. اي، وأنا شخصية مراهقة عمري 16 سنة ويتيمة، وبنفس الوقت كتير مشاغبة ومهضومة كتير، وبتعمل دروبة بالعالم وشقية كتير، وبنفس الوقت عندها حزن وعندها أسرار ببينوا بقلب المسرحية، بيكتشفها المشاهد خلال المسرحية،
وما راح أخبر القصة، لكن صرتوا تعرفوا شو شخصيتي. وبعد المسرحية عندي سفر كتير، وبدي اجي لعندكم مثل ما وعدتكم، بدي اجي اشوفك لألك يا مجيد سال شخصيا. أهلا وسهلا. وعندي حفلات بدبي، وعندي بمصر، وعندي بأربيل بالعراق يعني، وعندي أكيد تصوير فيديو كليب جديد، وعندي تسجيل أغاني. الفيديو كليب وقتاش إن شاء الله؟ وقتاش بس تصوروا؟ بشهر 5 يعني، مايو، نعم بشهر مايو بدنا نصور هلا أول ما تخلص المسرحية. ويعني شهر 5 كتير فل عندي، بدي أسافر 3 4 مرات، وعندي حفلات كتير، وأكيد انترفيوز تصوير وتسجيل. نعم ميكاييلا، انت معايا ممكن تشاطرين الراي والا لا؟ اداره الاعمال الجيده واللي تكون يعني بقياده المطرب او المطربه يخلي يعني التواصل بيناتكم ويخلي النجاح يكون موجود بالنسبه للمطرب او المطربه. ايه اكيد اكيد، لانه اداره الاعمال بترتكز على شخصيه الفنان وعلى احساسه وعلى هو كيف بيشوف الامور، يعني لانه بده يوصل صوره الفنان للعالم. واداره الاعمال كتير مهمه، لانه هي الاداه اللي بتوصل هيدي الصوره والمسج اللي الفنان حيالله فنان بجرب يوصلها. هذا العموم يعني، هذا نحكيه في نعم المطلق يعني العموم، صحيح. لكن فما بعض المطربين اللي عندهم إدارة أعمال سيئة جدا طبعا، اللي نزلت من مستواهم وممكن نحط لهم حتى مشاكل طبعا على مستوى الوطن العربي، لكن أنت يعني محظوظة جدا إنه إدارة أعمالك جيدة، في يعني سلسين في التعامل، عندهم مرونة في نعم التعامل، حببين يعني بين ظفرين. أكيد أكيد، أنا بفتخر إنه عندي إدارة أعمال على رأسها يعني مصطفى مصطفى، مطر، بوجه نعم له التحية، أنت بتعرفه أنا نحييه بعرفه أنا بطبيعة أكيد بتعرفه. مصطفى. عن جد أنا كتير محظوظة فيه، شخص له 10 سنين واقف إلى جنبي من وقت ما كنت يعني بعدني بالمدرسة، وبعرف وتعرفت على مصطفى وحبينا انه نشتغل موسيقى ونتمرن، هو بيدق بيانو وانا بتسمع له وبغني له، عرفت كيف؟ هيك بلشت قصتنا. طب بعدين احترفنا الفن وانفتحت ابواب كتير، واكيد بشطارته مصطفى عرف استغل هالفرص، واكيد بكل شيء انا شاركته وهو شاركني بكل شيء، وما في قرار اخده لحاله وانا ما في قرار باخده لحالي، فهذه مشاركة كتير مهمة بيني وبين مصطفى. جميل. الفانس بالنسبة لميكاييلا في تواصل معها مباشرة ولا تترك المأمورية هذه لمصطفى؟ لا الاثنين أكيد، عندي اثنين، عندي الفانز العاديين اللي بيسألوا مثلا وين عم بغني، أي ساعة، وين بدي أسافر، عرفت هيك أسئلة عادية ما بدهم انتراكشن مع شخصيا. اكيد في فريق عمل بيهتم بهذا الموضوع، بس عندي كتير فانز بيطلبوا يحكوا معي شخصيا وبحكي معهم شخصيا، وفي كتير فانز بيجوا لعندي، في فانز بتصور معهم، في فانز مرات بنتقرب بنعمل غدا او عشاء بعزم كذا فانز، يعني دايما عندي تواصل مع المعجبين، لانه بالنهاية هن اللي بيحبوا الفن تبعي وهن اللي بيشجعوني وهن اخوتي وهن اللي بينجحوني، فأنا بهتم فيهم جميل مثل ما هن بيهتموا فيي. جميل. امتى نعملوا صورة للذكرى مع بعضنا؟ يل بدي اجي لعندك واخد صورة انا وياك. عايشك ميكايلا. نرجع شوية لأنه عندك 4 قطط في البيت، نعم شنو تعمل فيهم الـ4 قطط هذوما؟ هلا عم مرنهم يلعبوا فوتبول، لانه في فوتبول هلا قريبا، فعم مرنهم يلحقوا الطابة ويلعبوا. لا طبعا انا بحبهم كتير بيعبوا لي البيت، وبعدين بحبوا الموسيقى لانه ربيوا على الموسيقى، فلما بكون عم بتمرن او عم بغني نعم بيناموا بيخفوا وبيصيروا يحلموا وبيقعوا مبسوطين. وفي مرات بكون عم بغني اشياء في تمارين للصوت بتكون كتير مزعجة للدينة، يعني في بالكونسرفاتوار بيعطوك اكزرسيسات لمرونة الصوت نعم مزعجة، يعني مش حلمين للسمع، فبسيناتي بيتضايقوا وبيصيروا ينووا بالقلب، يعني عارف بيصير صوتهم غريب لانه بيتضايقوا كتير، فبعرف انه لازم اوقف. عندك وقت للبروفات في البيت ولا عادي يعني في أي وقت؟ أكيد أكيد عندي وقت لكل شيء أفضل، بتمرن. وبالنسبة لك أفضل مكان في البيت وين؟
تغني؟ انا بحب اغني بالسالة مانجي اوضة السفرة، احسنت. لانه في في مراية كتير كبيرة وفي طاولة كتير كبيرة بحط عليها الأورج والعود والكتب والكاسات والسي دي والريكوردينج وكل شيء، وبقعد نعم. وبعدين بصير دق على الأورج او على البيانو، وبيجوا البسينات بيناموا حد وبيشاركون التمرين. شوف كيف بيكون. جميل جميل. مازالوا تقريبا 13 دقيقة في لقاءنا، نحاول نسرع شوي ونحب نسمع. سمعنا بالعربي، سمعنا بالانجليزي، شنو هو نسمعه الآن من عندك؟ بركي بنسمع شيء en français. En français, c'est encore mieux. Oui, ok. عبالي غني شيء لشاب خالد عايشة. ايه بتحبها؟ كما تحبي كما تحبي بطبيعة، المهم أي حاجة بصوت ميكاييلا ليلى تعجبنا. اوكي هتا شوف إذا بتذكر لي بارول أو بغني شي تاني. اوكي هتا شوف. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit à Aïcha, prends tout est pour toi. Voici des perles, des bijoux, aussi l'or autour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, oh Aïcha. Aïcha, écoute-moi, oh Aïcha, Aïcha, t'en vas pas, oh. Voilà, merci. Merci à toi, vraiment c'est super. Hein? Merci à toi, Mélanie. Ça me plaît très 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 bien. معناها وقت اللي تغني بالفرنسية يعني تدخل القلب مباشرة، عندك غناء، عندك لاكسون، عندك الروح، عندك حاجة مميزة في صوتك. فيك تقول انه ماما ماي فرانسيز، فهذا شيء بيطلع الغناء واللفظ بيطلع طبيعي. نعم. بيطلع حلو سلس. دونك سي نورمال. وي فوالا. الشيء من ما اتاه لا يستغرب. ايه 100%. جميل، الله يخليها ان شاء الله والله يفضلها. شكرا. يعيشك. حبيت نسمع حاجه لبنانيه بصوتك، لك الاختيار. انت نعرفك تحبي برشا فيروز، برشا برشا تحبيها. ايه فيروز كثير بحبها لفيروز. بغني لك قديش كان في ناس اذا بتحبها. يلا نسمع فيروز. الفيروز الليله والامضاء نجمتنا ميكاييلا. قديش كان في ناس على المفرق تنطر الناس وتشتت الدنيا ويحملوا شمسي، وانا بايام الصحو ما حدا نطرني. صار لي شي 100 سنة مشلوحة بهالدكان، ضجرت مني الحيطان ومست حيط قول، وانا عيني عالحلا والحلا عالطرقات، غني له غنيات وهو بحاله مشغول، نطرت مواعيد الارض وما حدا نطرني. شكرا. انا نطرتك يا ميكاييلا. نطرتني؟ عم بتشتي ولا ما عم بتشتي؟ والله طقس روعه في تونس، طقس ربيعي 100% في الفتره هذه، خاصه في شهر 4 يعني. الحمد لله الحمد لله. شهر 4-5 جميل جدا في تونس، والصيف طبعا زي في لبنان زي في تونس نفس الشيء يعني. طبعا بدي اجرب اجي بشهر 5 لو نص ساعة بدي اجي اتصور معك وروح. لا لا ان شاء الله تبقي بحذانا باذن الله، تبقي بحذانا. يعيشك. يعني المواعيد القادمة ان شاء الله باذن الله اللي يلتقي جمهور ميكاييلا فيها، يعني في مدينة عربية ولا مدينة اوروبية ولا امريكية ولا وين بالضبط؟ يعني اول موعد عندي اول موعد عندي بمصر بالقاهرة. نعم. بدي روح في ناس بدي اتلاقى فيهم، وعندي كونتراكت بدي امضي، وفي كتير اعمال بدي اشوفها وبدي ادرسها.
برجع بعدين بروح على دبي بنص الشهر، عندي حفلة هونيك بنسيت وين، عندي حفلة يعني مثل ايفنت، نعم وبعدين رجع رايح على اربيل، هول كلهم بشهر خمسة، وبعدين ما بعرف بدي اجي لعندك قولهن. مرحبا بك، يعيشك ميكايلا. ميكايلا، ندخل شوية في الأمور الشخصية لو ممكن. وي اكيد. بيان سور. ألوغ، الحب هل طرق بابه ولا مازال إلى حد الآن؟ أكيد طرق. أي دائما بيترك، م... وأحلى شيء الحب بالحياة، وما فينا نعيش بلا حب. وأكيد أنا كثير مبسوطة، والشخص اللي بحبه كثير قدامي، وكثير شاب مميز، وإن شاء الله يتكلل هذا الحب بأكيد زواج. إن شاء الله، هذا اللي نتمنوه الميكائيل، إن شاء الله قريبا نتودع على العزوبية. نعم. شكرا. ميرسي ماجد. بإذن الله. بالنسبة ليك، هل هناك من أساء لميكائيلا؟ الوسط الفني فيه مش إساءة، بس دايما في ناس، مثلا في ناس بغاروا. بيحكموا على الشخص قبل أي ما يتعرفوا عليه. أي في ناس كانوا اخذين فكرة مثلا انه مثلا انه انا شايفة حالي، او انت سبقتيني في السؤال من بعد. ايه اي اوكي يلا ما سالش. مغرورة. ايه 100%. فكان يوصلني اخبار انه مثلا يكونوا ناس عم بيتحدثوا عني، وفي شخص مثلا شايفة حالها، ايه وانه مفكرة حالها صارت كذا وكذا، لانه بيكون نجح العمل وهيك، فبصيروا يفكروا الناس انه هيك، فهو اللي بيكونوا اساءة، لانه الناس ما بيعرفوني، ما تعرفوا علي، ما عطوني فرصة انه يتعرفوا علي ويشوفوا العكس، نعم فهيدا بتضايق وبزعل. نعم، جمالك نعمة ولا نقمة بالنسبة لك أنت شخصيا؟ لا اكيد نعمة، اكيد نعمة. لم يسبب وحيلا لك شيء. مشاكل؟ لا مشاكل كيف يعني مجد؟ مشاكل يعني خاصة تعرفي الغيرة، وتعرفي انه خاصة في مجالكم انتوما الغيرة يعني واكلة بعضها، يعني موجودة بكثرة. صراحة لا، ما شكل لي أبدا إزعاج ولا نقمة أبدا، بالعكس. وأصلا ما بستعمل جمالي كسلاح يعني ضد حدا، أو وما بستعمله كأتو يعني، كتير بتكل عليه، فمشان هيك بركي ما حسيت انه شكل لي نقمة. بتكل اكتر على غير اشياء من الجمال، بتكل على شخصيتي وعلى موهبتي اكتر. جميل. وبالنسبة للفنانات بلبنان، مثل ما انك شايف، ان كان بلبنان او بالعالم العربي، كل الفنانات حلمين وكلهم ما شاء الله عليهم، فما بتخيل، لا عن جد، فما بتخيل انه في غيري على قصة الجمال. أي لأنه في يعني فما جمال طبيعي، فما جمال بطبيعة مفبرك. هذا في جمال طبيعي، في جمال مفبرك، في جمال مزبط شوي أي ومزعبر شوي، هذا هو. بس بالنهاية الجمال جمال يعني، وإذا حدا وشي واحدة عندها مشكلة بتحب تزبط أو تجمل حالها يعني، تتريح حالها أو تنبسط بحالها يعني، هيدي بيرسونال، شي كتير شخصي أكيد. نعم ميكايلا، نسمع حاجة من عندك الليلة. سمعنا عربي، سمعنا فرنسي، سمعنا انجليزي، سمعنا ايضا للسيدة فيروز، وسمعنا زاد للشاب خالد الليلة بصوتك. شنو ممكن سمعنا في ختام لقائنا الليلة ونجمتنا اللي منورة؟ شو بدي سمعك؟ هيك سمعك غنيتي، في غنية بحبها كتير، غنية حب اسمها بحلم. نعم ميكايلا. بحلم جنون يكون صورة عن جنونك، كذب الدنيا من دون خبرية عيونك، كل ما وانا نام مع رمشك الغافي، تطلع من الأحلام وبتسرق شفافي. بحلم الغمرة الطول صرنا حكتنا، لا 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 لا، جي بيردي لي مو، مع لا لا لي لا لا. بحلم جنون يكون صورة عن جنونك، كذب الدنيا من دون خبرية عيونك، كل ما وانا نام مع رمشك الغافي، تطلع من الأحلام وبتسرق شفافي. ما شاء بلا الله ما شاء الله ما شاء الله.
تخلينا نسرح هكا، تخلينا نسرح العالم آخر. ما شاء الله بصوتك. شكرا، مرسي مجد، كلك ذوق. يعيشك، إن شاء الله بطبيعة ملتقنا قريبا في تونس إذا جيت وصحت طبعا الجاية لتونس، وإلا نلتقي إن شاء الله قريبا بإذن الله في بيروت في الأشرفية. شكرا، مرسي كتير بإذن الله. يعيشك، إن شاء الله مزيد من التوفيق، مزيد من التألق، مزيد من الإشعاع الميكائيلا. أنا حبيت في ختام هذا اللقاء ناخذ السينياتير الخاصة بك أنت، إمضائك الخاص. تابعوا كل أخباري على إذاعة تتاوين مع مجيد، وكانت معكم ميكائيلا. الله ينورك يا ميكائيلا، إن شاء الله ديما موفقة، إن شاء الله ديما الابتسامة تكون معك، إن شاء الله أيضا نشوف نجاح كبير للمسرحية، نجاح كبير لغنياتك، نشوفك منورة، نشوف أيضا جولات كبيرة سواء في الدول العربية ولا في الدول الأجنبية. الإدارة الأعمال ما شاء الله مصطفى يعني مش مقصر أصلا، عاطي كل ما عنده حتى اللي حتى توصل ميكائيلا بصورة جميلة جدا كما هي للجمهور العربي. تسلم، مرسي كلك ذوق مجيد، ويعيشك لإلك، ومرسي برشا. عايشك ميكائيلا، شكرا، نورتيني الليلة بالحق، معناها نورتيني، نورتيني الليلة. شكرا، مرسي، وانت كمان. شكرا لك، سلم على العائلة الكل. أكيد وصل. شكرا لك. شكرا نجمتنا الليلة اللي طلت علينا مباشرة من لبنان، وباش نسمع أغنيتها لك الاختيار طبعا مهندس الصوت، هم زوز أغنيات لك الاختيار في أغنية الإمضاء للنجمة ميكائيلا. لو حبيبي ما كانش فيها